قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزال. L'Algérie, qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد خاوتنا جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة خاوتي ما تنساوش قبل مشاهدة الفيديو وصلوه لهذا الفيديو 4000 لايك زكارة في كل واحد يكره الجزائر وزكارة في هذوك الناس اللي حابين الجزائر دائما يشوفوها ضعيفة أيضا خاوتي ما تنساوش ردوا على هذه الشمطة اللي راح نحكيه عليها في هذا الفيديو في التعليقات ما رمدوها نمخلي لكم حرية التعبير ما رمدوها خاوتي يا خاوتي هذا الفيديو أنا درته عاجل جدا جدا في فرنسا الآن زادت مرة أخرى قاست الجزائر وقاست التاريخ الجزائري هذه المرة خوتي عن طريق المدعوة ماريان لوبان هذيك بعد اعتذار الخامس ماكرون الآن جاءت شمطاء ماريان لوبان لتتكلم في الجزائر هذه العجوز الشمطاء التي خوتي هي تعتبر من المرشحين لرئاسيات الفرنسية أو الخرنسية الأخيرة اللي راهي جاية راكم تشوفوا يا خوتي يحاولون جذب الناخبين عن طريق الجزائر وباستغلال اسم الجزائر لأن الجزائر أصبحت عقدة الفرنسيين أصبحت عقدتهم وستبقى عقدتهم الأبدية حيث بعد ما بهدلتهم الجزائر برد غير متوقع تماما وصادم لكل المصالح الفرنسية هنا في الجزائر وبغلق المجال الجوي عن الطائرات العسكرية وأيضا منع تزويد المقاتلين الفرنسيين في مالي بكل مشتقات البترول نهائيا قطعوها عليهم هذه الاتفاقية اللي كانت مبرمة بين العصابة السابقة وخرنسا تم إلغاؤها خوتي جاءت هذه ماريان لوبان وقالت ماريان لوبان زعيمة اليمين المتطرف المترشحة للانتخابات الفرنسية 2022 تهاجم الجزائر وقالت إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا لقد استدعت سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة الإسلاموية هذا القرار يشكل خطرا على بلدينا وعلى أمن دول إفريقيا هو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تفصل في هذا الشأن كما راكم تشوفوا يا خوتي قلنا لكم رانا وجعناهم بزاف جونا أبناء فرنسا في التعليقات قال لك كيفاه الجزائر ما دارت والو لفرنسا وفرنسا ما زال تحكم في الجزائر ولكن أنا نقول لك يا ابن فرنسا الجزائر فعلت عملتها الجزائر بهذاك القرار على بالها وش دارت لأنه خوتي قرار غلق المجال الجوي عن الطائرات الفرنسية ما كانش عبثا كذاك لأنه على بالها الجزائر وش كاين في مالي وش راهو صاري في مالي خوتي أيضا شوفوا مليح يا اسمعوا مليح اسمعوا يا خوتي هذه الشمطاء واسمعوا مليح يا يلي مجدوا فرنسا وحبين يعيشوا في فرنسا نبينوا لكم باللي كل المترشحين اللي راهم الآن جايين للانتخابات تاع فرنسا ضد الجزائر ويستخدمون الجزائر كطعم من أجل يجيبوا الناخبين مش يجيبوا الأصوات اسمعوا مليح وش قلت لهم كما دعت مارين لوبان إلى حرمان الجزائريين من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية إلى بلادهم والتي تقدر قيمتها ب 1.5 مليار يورو سنويا لأن هذه الأموال لا تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسي هي العجوز الشمطاء ولا عندك الفم والتي تحكي في الجزائر على بالي شكون اللي دار لكم الفم دار لكم الفم خونة الجزائر اللي دارت لكم الفم اللي خلاتكم تحكيوا على الجزائر سينو قبل ما تحكي على الجزائر نورمالمون تشلي فمك هذاك الفايح باش تتكلمي في الجزائر الجزائر كبيرة عليك وكبيرة على التاريخ تاعك وقطعوا التأشيرات احنا نقطعوا لكم رزقكم هنا في افريقيا كامل من اقتصاد من شركات عم بالقد عندنا شركة يا خوتي عندنا الاف شركات هنا في الجزائر عندها اصول فرنسية بمعنى اننا اذا قطعنا هذه الشركات خوتي واذا انهينا تواجدها في الجزائر صدقوني فرنسا راح تفلس صدقوني راح تعاني واصلا هي الان راهي تعاني الشعب تاعها راهو يعاني الان زادت البطالة زادت غلاء المعيشة عندهم راهم يعانيوا بكل بساطة الان ولا اللي يجي يحكي على الجزائر راكم تشوفوا يا خوتي ولا اللي يجي يحكي على الجزائر ويتكلم في الجزائر بسوء هذو الناس اللي جامي يحبون الخير يا خوتي جامي تحب لك فرنسا الخير اعرف انه اي حاجة جات من عند فرنسا ما فيهاش الخير ما فيهاش الخير يا خوتي نمد لكم مثال فقط بالمعارضين اللي راهم عايشين في فرنسا وبحماية فرنسية يروح يدير الحراك تاعه ولا التحراك تاعه يا خوتي في فرنسا بحماية تاع شرطة فرنسية ويجي بعديك في اللايفات يتكلم في فرنسا ويحكي يقول لك الجزائر حكمتها فرنسا هذو الناس هما اللي خلاو هذو القذرين
مليحين يحكيوا على الجزائر ويتكلموا في الجزائر. اقطعوا التأشيرة، ما لا نقول لكم حاجة، اقطعوا التأشيرة وحنا نقطعوا لكم كل شيء هنا في افريقيا. اقطعوا، ما عندنا ما نديروا بيكم، ما عندناش فايدة منكم. ابار كاين الجالية تاعنا فقط اللي راح تتقاس. ابار صا ما عندنا ما نخسروا معاكم يا الخيرانسيين. الجزائر كبيرة عليكم وكبيرة على التاريخ تاعكم. والملاحظة يا خوتي اللي شفتها انه في تصريحاتها قالت ان ضعف القادة الفرنسيين، ضعف القادة الفرنسيين، تقصد بهذا ماكرون بعد السقطة تاعه الأخيرة مع الجزائر، ومن بعد جاء اليوم باش زعما يعتذر. ولكن صدقني يا ماكرون، الجزائر لن تعود أبدا إلى الوراء. لاحظت استخدامها كلمة ضعف القادة الفرنسيين، ضعف القادة الفرنسيين. يا خوتي، أبناء فرنسا، نحكيو على الجزائريين هذوك اللي يمجدوا فرنسا، صدقني بالله لو كان تتكلم له في فرنسا وتتكلم له في القادة تاع فرنسا يهبل يهبل، ما يحبش يسمع باللي هذاك الخانز ماكرون أهانات الجزائر، ذلات الجزائر، ما يحبش. ولكن الفرنسيين نفسهم يعترفون باللي القادة تاعهم ضعاف. مش تعرفوا هذوك الناس، كي نقول لكم أبناء فرنسا صح أبناء فرنسا ويموتوا على فرنسا. أيضا خوتي، رام جايين فيديوهات قادمة، ما تنساوش تبعونا، مازال الخير القدام، كاين أخبار مليحة بزاف فيما يخص الجزائر مع إيطاليا، وش راهو صاري بين الجزائر وإيطاليا وإسبانيا، هذو الثلاثة خلاو فرنسا تتفرج جانبا. دوك تفهموا مليح يا خوتي علاه تصريحات ماكرون جات في هذا الوقت. دوك ندير لكم فيديو مفصل حول هذه القضية. ثاني خوتي، ما تنساوش في التعليقات كامل، شاركونا أراءكم في التعليقات وقولولنا وش لازم نديروا مع هذا المستعمر الفرنسي. الوقت اللي وصلنا ليه يا خوتي تجي واحدة شمطاء كما هذه تحكي في الجزائر والجزائريين. إما لنقولو لكم يا أيها الخيرانسيون، انتظروا القادم سيكون أسوأ، هذا وعد من عندي، القادم سيكون أسوأ، تصعيد غير مسبوق في تاريخ الجزائر. مدام يا خوتي الوزراء لحقوا يتكلموا على فرنسا بذلك الشكل، وصفوهم انهم كانوا ياكلوا الفيران، قالوا لهم انتم كنتوا تاكلوا الفيران والان جيتوا تتكلموا تحلوا فمكم، انتم كنتوا خانزين وجيتوا تتكلموا الان تحلوا فمكم. مادام هذا الوزراء ولو يتكلموا كيماك فلا خوف على الجزائر، اعرفوا باللي فرنسا خلاصت في الجزائر، نهايتها معلنة، نهايتها رسمية هنا في الجزائر. بقات فرنسا فقط تحكم في بعض الدول الإفريقية، واللي على الجزائر والدبلوماسية الجزائرية التي عودتنا دائما بالضرب من يد حديدية أنها تشكل تحالف إفريقي ضد التواجد هذا الاستعماري في إفريقيا، وبذلك حقيقة ستقلب الجزائر كل الموازين ضد هذا المستعمر. سيكون أشد انتقام للشهداء الأبرار، 5,600,000 شهيد، اسمع يا الخانز يا ماكرون، 5,600,000 شهيد، راح تكون أحسن وأفضل هدية لأرواح هؤلاء الشهداء. ما نسحقوا ذاكرة، ما نسحقوا تسوية ملف الذاكرة، الآن جزائريون يطالبون بقطع العلاقات هذه نهائيا، تكسر راس ما نسحقوش. المهم خوتي، تلاقوا فيديوهات قادمة، السلام عليكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.